السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج اللحظة بقناة اللحظة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هي الجزء الثاني من الحلقة السابقة بما يخص مشيخة بيت الندى بين الشرعية القبلية والعمالة، والعنوان اليوم راح يكون حول المكيدة. ذكرنا بالحلقة السابقة راح يكون هذا العنوان بثلاث أجزاء. ارتأت اللجنة أن تكون لجنة التقييم العناوين انه تندمج في حلقه ثانيه واخيره حتكون الجزء الاخر، يعني الجزء الاخير اسف. فاهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم مشاهده ممتعه ونبدا باولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم. في الجزء الاول من الحلقه تطرقنا الى موضوع هاي اللي تدعي نانا والثانيه هاي اللي تدعي انه هي بنت الشهيد الفريق علي حسن المجيد. ومن خلال التعليقات اللي لاحظناها اللي وردت لنا للقناه فارتئينا نذكر بعض الملاحظات المهمة من خلال بعض التعليقات اللي هي تقول انه الموضوع مو قام به فقط فلاح الندى او مناف الندى، انه اكو ناس مساعدين لهم وما راح نذكر اسماء احنا، بس راح نعرض وثائق بها اسماءهم لانه يتوجه لنا اتهام انه احنا نريد فقط نريد نشهر بالاسماء والى يعني من هكذا مواضيع. واحنا ذكرنا بالحلقه السابقه انه احنا حريصين جدا وحساسيه هذا الموضوع، وليس غايتنا تشهير باي احد بقدر ما نريد نطرح الموضوع بدقه وبعيدا عن اي تشخيص او خلافات او الى اخره. ما عندنا خلافات ويا اي واحد، ما نعرف احنا اغلب ذول الناس الموجودين ما نعرفهم، ولكن بدنا نتطرق للموضوع في المعلومات اللي موجوده عندنا. فراح نظهر لكم الوثائق. هذا الموضوع بدا او تزامن مو فقط كتاب يوم كاتب العدل، من خلال البحث ظهرت وثيقه مختومه من ارشيف مركز شرطه العوجه، ومن خلال السؤال والتدقيق ظهر انه هذا مركز الشرطة العوجة كان مسيطرين عليه اشخاص. طبعا هالاشخاص اللي مسيطرين عليه من ايام الامريكان من كانوا موجودين ايضا عائدين اولاد عام واخوة قد يكونون الفلاح والمناف. وطلع كتاب من هذا مركز الشرطة بتوقيع شخصين، شخص هو موقع الكتاب وكاتبه والشخص الاخر شاهد عليه، وراح نعرض لكم صورة ونعرض شهادة جنسية الشخص المعني. ومن تقرون صيغة الكتاب بالمتن مالته يعني مالي الهياء انه احنا نريد هيك كتاب، سوي لنا هيك كتاب، فنطلع هيك كتاب يعني. وبالكتاب ذاكر انه فلانة اللي اسمها نانا هي بنت فلان، وانا ما اعرف شلون قدر يكتب يعني هيك موضوع، خاصة انه الاسم اللي هو الشهيد صدام حسين هاي ما اعرف يعني هو يقول قرابه، ما اعرف شلون قرابه ما اعرف يعني. بعدين الكتاب الاخر صادر من كاتب عدل دائرة كاتب عدل الكركوك بنفس التاريخ بنفس اليوم، واحد المعلقين كتب لنا انه هذا الكتاب مزور، واحنا ذكرنا بالحلقة السابقة العلاج كان لهذا الموضوع كان من خلال البيانات اللي صدرت من العشيرة انه ما كان كافي. وحتى هذا موضوع التزوير دورنا ما شفنا اي شيء من الفلاح انه يذكر انه هذا تزوير وهذا متوقع، خاصه انه اكو بصمه ابهام على كل وثيقه المعروضه حتشوفون بها بصمه ابهام. فلذلك ما تفضلوا به المعلقين قد يكونون ينتمون او اقرباء او اصدقاء او يتبنون موقف فلاح او يتبنون موقف مناف، ولكن هي كحاله موجوده وفق الاوراق يعني نسبه الصحه مالتها نسبه عاليه جدا يعني، ولذلك احنا نتعاطى ما موجود امامنا. اما اذا ظهر شيء اخر فاحنا هاي القناه موجوده دائما، اي واحد يريد يبعث بصمه صوتيه، يريد يبعث وثيقه، يريد يبعث كذا، من ندققها ونشوفها حقيقيه راح نعرضها ونبري ساحه المقصود سواء فلاح او مناف او الاسماء الاخرى يعني. هذا ما يخص نانا وما يخص البنت الأخرى. بما يخص
الموضوع الآخر اللي رح نتطرق لنا قبل ما نريد نتطرق لنا، عند دخول الأمريكان بنت علاقة رأساً بيت بين فلاح ومناف الندى مع الأمريكان والأكبر من عندهم أيضاً، سووا علاقات مع الأمريكان، الناس كلها تعرفها يعني، وغدا وعشاء ومسامر ومطار العودة ويعني كلها معروفة. فمن هناك بدت، من هناك بدت العلاقة ويا الأمريكان. وهنا من ترجعون للعنوان الشرعية القبلية، لأن هم قبل 2003 المشيخة ما كانت يمهم، هذا شيء ما يخصنا إحنا ولا نتدخل به يعني، بس على مود العنوان أكو ناس ذكرت إنه هذا العنوان ما له علاقة بالطرح، هذا الطرح مالتنا إحنا. يعني أنت المشيخة شلون جتي؟ شلون راحت؟ هاي تبيناتك ما فمن علاقة به هذا الموضوع. ولو ملاحظة بسيطة كمطلع أو كمشاهد، خلينا نقول إنه التصرفات اللي صارت بموضوع نانا ما تمت للمشيخة بأي شيء ترى، وبالبنية الثانية زين، لأن هذه أخلاق، مو بس أخلاق يعني، هذه لازم الشيخ يحمل أخلاق يقتدي بالآخرين. فإذا شلون نقتدي بك إحنا يعني، مزر نعرف يعني، أنت من يريد أقتدي بك كشيخ من شيوخ عشائر العراق، أنا كعراقي شلون أبتدي بك أنت إذا أنت رايح موقع بالكذب بالباطل وتتهم زين ابن عمك ورئيسك زين بهالشكل هذا؟ شلون هاي السالفة ما يلبس عليها قال يا فلاح، لا أنت ولا مناف. شغلة أخرى، بعد علاقتك مع الأمريكان رحت رشحت بالانتخابات، أنت رشحت يا فلاح بانتخابات مجلس المحافظة، وابن عمك مناف راح رشح بانتخابات البرلمان، قائمة انت بقائمة متحدون، ذاك بقائمة القوى الوطنية القومية. وانت تقول، تذكر ايضا تقول انت ما كنت معارض سياسي، تدري انت ما لك علاقة، انت شخص مهتم بالش اسمه بالفراشات وبالورود، جمع الورود، ما لك علاقة بالموضوع، تتبرى. وكذا ما مقطع شفناه دائما تقول انه احنا بادرنا بدفن واستلام جثة الشهيد صدام حسين، لأنك مسوي فضل على عشيرة أنت، هذا ابن عمه غصبا ما عليك تدفنه، مو بس أنت غصبا ما عليك تدفنه، هو أي مسلم غصبا ما عليه يدفن، حتى هذه تتحمل فضل بها الآخرين يعني زين. فدخلت وياهم بالعملية السياسية، وصلت إلى نتيجة شنو؟ قاعد بأربيل وكل شيء ماكو، وين وصلت نفسك؟ وين وصلت العشيرة؟ هذه العشيرة هي تسألك، يعني أنت رحت باتجاهات وأخذت قرارات والنتائج واضحة، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. وتذكر ان العوجة دخلوها ناس غرباء وجابوا جمس وربوا جنس، معلوماتنا حتى حشيشة مزروعة العوجة، حالة حال جرف الصخر، حالة على، واكو تقارير تروح تقدر تبحث تباوع زين، حتى هاي اذا المعلومة عندك موجودة ما ذكرتها فانت لا تخاف اخي، اذا انت ما تشور ما تاخذ حقك. شلون تشور؟ بنهاية الحلقة اقول لك شلون تشور، حطيك مقترحات إذا أنت ما تعرف خلي الآخرين يقومون بها، مقترحات بسيطة أضعف الإيمان، لأنك أنت صار لك 18 سنة رايح بهذا الاتجاه، إيش حصلت النتائج شنو؟ كل شيء ماكو. ولو أنت غايتك كلها مكيدة، أنت كلها مكيدة بعائلة الرئيس الله يرحمه يعني هي مأخوذة عليك، كلها مكيدة، تصرفاتك كلها مكائد، وبالنتيجة صار في المكيدة على العشيرة. هذا اللي فهمه إحنا، أما إذا أكو شيء آخر وضح لنا، بس حنشوف النتائج، هاي النتائج مالتها. أما أن الحق ناس حقها تعود الدار، طبعاً ناس من حقها تعود قريتها، وأنت تتعرف ذول الحكومة ناس مجرمين وناس سفلة وناس عملاء وحكومة إيرانية، وهذا أسلوبك من راح تتعاملت وياهم ونبضوا إيدهم من عندك، هسه جيت قمت تبيع وطنية برأس الناس. بس أنت القرار الأول منو ماخذه؟ منو راح بالاتجاه؟ أنت تتحمل مسؤوليته كله أنت. واجب مو بس الشيوخ، واجب اي شخص اي فرد، سواء تكريتي من العوجة عراقي، لازم هاي العوائل ترجع، سواء العوجة او غير العوجة، هذا واجب. نجي على موضوع
الموضوع الآخر موضوع أنه دنسوا القبور داخل العوجة وهذول إيرانيين. نعم إيرانيين بس الشعارات مكتوبة صدرين. أنت شوف إذا ظل الظلم ما راح يصير علاج، فأنت حط العناوين بمسمياتها الحقيقية، ما راح يقدموا لك شيء فلاح، كل شيء ما راح يقدموا لك. هذول ناس سفلة حاقدين، كل شيء ما راح يقدموا لك. ما دا أقول لك راح تواجه وياهم بالسلاح، بس على الأقل من تطلع بالتلفزيون احكي احكي الحقيقة، لا تجامل. هذول نبشوا قبورنا، هذول دنسوا قياعيننا، زين؟ وانت تقول ورا 40 سنه ناخذ الحق، شلون تاخذ الحق ورا 40 سنه اذا ساكت وقاعد تجامل؟ هسه ما نقول لك روح واجه، نقدر الظروف، انت قاعد بالشمال بالاقليم وكذا، مقدرين الموضوع هذا، بس على اقل تقدير لازم تشاور، انت ما تقدر تشاور ندري بيك يعني، بس الاخرين يشاورون نعرف كل زين، نعرف الرجال الموجوده زين. يعني مو معارض انشياشي، نحن بالناس من جت العملية السياسية من سقط العراق وجت حكومة جديدة، احنا وهي الحكومة يعني ما عندنا مشكلة بالموضوع. والدليل على هذا انه احنا حتى بالانتخابات شاركنا، يعني موكو ناس ما شاركت بالانتخابات، احنا شاركنا بالانتخابات واحنا رشحنا بن عمي شيخ مناف، مناف على الندى رشح بوحدة من الدورات على مجلس النواب، انا رشحت على مجلس المحافظة، يعني ما عندنا مشكلة بالعملية السياسية. أكو شخصيات بالعوجة أخذت مناصب أو صعدت لل. لا عندنا أكبر رتبة مقدم بالمرور. أكبر رتبة. أكبر رتبة هاي. يعني. حالياً غير لحد هاي اللحظة اللي أحكي وياك فيها يمكن صار عقيد أو مقدم أو عقيد بس بالمرور يعني. يعني هذا الشيء يرجع لأهل العوجة لو أكو أحد دا يمنع هذا الشيء. أخويا هم. الضباط السابقين ما خلوهم يرجعون، خاصة من أهل العوجة، من أهل العوجة والبناصر بصورة عامة. يعني هسه لقب ذيك المرة من قلنا لقب ناصري أصبح تهمة، قسم من الناس زعلت، بس هو صحيح هذا ليش يعني ينكروا؟ هسه أي واحد يفوت البغداد يعني أكو هواية من ولد عمنا شالوا اللقب، يعني بجددوا الجناسي مالتهم في سبيل انه يشيلون اللقب مالته، يشيلون لقب الناصري. الناصري يعني اصبح فعلا تهمه، يعني اي واحد هسه يروح البغداد ناصري ياخذوا احتمال من السيطره. ما ننسى نتوجه للشكر لكل الشرفاء من عشيره البناصر واللي قد تربطنا يعني معرفه بيهم ونتابع نمطهم بالحياه، سواء بدراستهم بتقدمهم بعملهم، ففعلا اكو ناس شرفاء. و اي مهنه يعمل بيها مهما كانت هذه المهنه فهي مهنه شريفه، واشرف بمراحل من الانبطاح والدخول ضمن النظام الاجتماعي اللي فرضته ايران على العراق والتعايش وياه. فنشد على ايديهم ونتمنى لهم الموفقيه وبارك الله بيكم، والتاريخ يسجل ورجال كل شيء يشوف. احنا في محنه، مو فقط انتم، كل العراقيين في محنه، يجب ان نتوحد نتجاوز خلافاتنا، ويجب باب التصالح يكون مفتوح دائما، والمخطئ والخطأ درجات، وكو خطأ يغفر إليه وكو خطأ لا يغفر إليه، ونوحد نفسنا لأنه بلدنا محتاجنا، وخاصة أنتو بالذات قلت لكم عشيرة البناصر بيها ميزة أنه كان بيها الشهيد الحي صدام حسين الله يرحمه، وإحنا نتنومس بيكم عيننا عليكم، وطلبت من عندكم دائما أنه توسعون صدركم لهذا الكلام، لأنه أنا نيتي نية خير ما عندي أي نية شر. أما اللي ممكن تقدموه اللي موجودين في أوروبا يصير عندكم نشاط على موضوع عودة أهل العوجة. في يعني عندنا معلومات إن رايحين منظمات غير منظمات، هذا الموضوع مو بالإنترنت ينكتب، هذا الموضوع تصير لافتات تطلعون على مجلس الاتحاد الأوروبي، تطلعون على البرلمانات الأوروبية في دولكم الموجودين متواجدين فيها، ودائما بكل مناسبة، يعني إذا طلعت مظاهرات
الاحواز راح يطلعون مظاهرات عن قريب، تطلعون يا الاحوازين شنو لافتاتكم، وراد نشاط يعني. اذا تفرغ من وقتك نص ساعه ساعه تطلع مظاهره زين عن مود ناصر اهلك اللي قاعدين بربيل عم يرجعون للاوجه، هذا واجب عليك. هو هذا اللي قصده، هذا اضعف الايمان، هذا اضعف الايمان. والتكافل بيناتكم والعونه، التكافل بيناتكم والعونه، لانه الهدف هو مو العوجه ترى، بس الهدف العراق كله لازم ينعاد ونبني للبلد. فتحياتي لكم، تحياتي لكل الشرفاء، اشكركم جزيلا، واعتذر اذا صار خطا هنا وهناك، بس قلت لكم باب التصحيح مفتوح وباب تقبل البصمات الصوتيه لاي واحد يريد يبرر رسالته، وقد تكون وثيقه خطا مزوره، لان احنا بالنتيجه الوثائق سحبناها من الانترنت ودققناها. بس مع ذلك يبقى الباب مفتوح، نعطي الحق الطرف الاخر يتحدث عن نفسه ويريد بقناته او بغير قناته، احنا ما مو انه الغايه هي سعي مشاهده وابتزاز، لا حاشا لله. فدائما بنيه صافحه نكون معاكم، ودائما نذكر الحقيقه. اتمنى لكم موفقيه جميعا، واتمنى لاهاليتنا في العوجه وفي العراق كله الخير والسلام والعوده ان شاء الله، وتحياتي لكم جميعا، ونلتقي بكم في حلقه قادمه بعنوان جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.